بتنعدل. هو اخطر. احنا اقول لك حاجه، حداشر بونت يدخل فيه خمس اهداف وما يجيبش ولا هدف. لا قول تاني. النادي الاهلي اخر اربع مباريات، زمالك اللي تلعبه، زمالك تمام، اسيوطي، ترجي، كامبالاسي، ب 12 بونت الاربعه خدت بونت واحد دخل فيه خمس اهداف ما جبتش ولا هدف. ما حصلتش. جبت هدف، جبت ضربه جزاء في الزمالك، او ضربه جزاء في الزمالك. ما حصلتش يا كابتن. 5-1 ده الكلام اللي بقوله بالبديل. دلوقتي اعمل ايه بقى انا في اللحظه دي؟ اقول لك ان في مشكله. عشان نحلل المشكله، مشكله النادي الاهلي في الوقت الحالي، هنقول احنا زي ما اتكلمنا قلنا الاعارات مثلا، احنا اشدنا بالاعارات احيانا، ان احنا خلي الكابتن حسام كان بيغير لاعبين كتير من مباراه لمباراه، فلما لما الفرقه خرجت بره الاعارات قلنا ان هو ثبت التيم بتاعه وماشي باداء كويس. لازم نعرف انه اللاعبين اعلى من الدوري المصري. الاحتياطي، بتكلم عن الاحتياطي اللي هم بينزلوا، لكن عشان يلعبوا افريقيا لازم يبقى عندهم خبرات او تجانس افريقيا، او تجانس هم مش قادرين على دي. اللعيبه نفسها، فايه بقى اللي يحصل في الوقت اللي زي ده؟ اعاده صياغه اللاعب الدولي. بمعنى ايه ده؟ ينفع في المباريات اللي بره ولا لا؟ اعاده صياغه الفرقه تاني. طب الكابتن حسام ما كانش عارف كده؟ الكابتن حسام ما كانش عامل حسابه على كده؟ بص، الكابتن حسام مر بظروف صعبه قوي، تمام، عنده اصابات كتير قوي، تمام، ولازم نرجع للاصابات، تمام، يبقى عندك برضو مشكله في جهازك. زي ما قلنا ان عندهم ميزه انه كانوا ماشيين كويس قوي بدنيا أوي. لا، لازم ترجع للاحمال، ترجع للمباريات، ترجع للاستشفاء. يبقى في مشكله في حلقه مفقوده عندك. دي واحد. اتنين، الناحيه النفسيه حلقه مفقوده عندك. في حاجه هقول لك حاليا، احنا كنا لعيبه كوره كلنا، يعني لما ما بتلعبش بتبقى زعلان من المدرب. كل لعيبه بيبقوا زعلانين من المدرب احيانا، يعني لا، كل ما تقلل اللعيبه اللي زعلانه، ها، المفروض بتبقى افضل ليك كمدرب، انت فاهم؟ يعني انا شفت النهارده اللعيبه كان عندها حافز يقعدوا اللعيبه اللي هي متعوره. انت عرفت انا عايز اقول لك ايه؟ يعني النهارده كان لازم، لكن مش شايفهم عندهم الروح دي. هل هي عدم مبالاه من اللعيبه؟ ولا هل هي مش العيال يعني عايزين اللعيبه، يعني عايزه تعمل حاجه انت كويسه؟ انت شايفها ايه؟ انا شايفها ان هي ايه يا جماعه؟ طب اضيف لك حاجه؟ ما تقدرش انت 11 كوره، ممكن اضيف حاجه؟ يعني مش شايفينها قله خبره؟ انت نزل عندك النهارده احمد حمدي، اسلام محارب، اللي اتكلمتوا فيه، اديهم في الاول ولا اديهم وانا مغلوب؟ معلش بدون قطع كلامك انت، معلش عايز اسالك سؤال. اتفضل. اجاييه حاليا لو بديل؟ لا. أزارو له بديل؟ رد بس، رد عليا بس. يعني شوف يا كابتن، في بدله بس مش بالكفاءه دي. طيب، يعني انا بتكلم عن الكفاءه وبتكلم عن الشكل. هم الدنيا رجع لي انيابي. بتكلم على كوره، بتكلمك بلغه الكوره، واخد بالك؟ معلش عبد الله ما مشي ليه؟ هو خلينا واقعيين يا عادل، بس في لعيب غالي يا كابتن ولاعيب ارخص، يعني امكانياته، في لعيب عنده امكانيات عاليه قوي، وفي لعيب ممكن تصلحه لغايه مثلا 60-70% يشيلك مباراه واحده، يشيلك مباراتين. لكن دي احنا ما حسيتهاش بالصراحه. يعني انا شايف النهارده انه اللعيبه فشلت ان هي تثبت نفسها. دي واحد. الناحيه الثانيه، الجهاز ما لعبش كويس الاربع ماتشات الاخرانيين، عنده مشكله، ما هو بقى يتصرف، يشوف هو بيخطأ في ايه. يعني كله تعب يا كابتن، كل الفرق بتلعب يا كابتن، كله تعب.